طبت بالخير أوقاتكم مشاهدينا الكرام، نشرة مفصلة لآخر وأهم الأنباء دائما من الميادين وفيها. أنباء عن انسحاب قوات التحالف السعودي من جنوب الحديدة وشرقها، ومصادر ترجح انتقالها لتعزيز قوات هادي والإصلاح المنهارة في مأرب. تداعيات مأرب ستكون كبيرة جدا في اليمن وفي المنطقة، والسعودية تدرك ذلك. السيد نصر الله يؤكد أن الحرب على اليمن فشلت، ويرى في زيارة وزير خارجية الإمارات لدمشق اعترافا عربيا بهزيمة المشروع الأمريكي. اصطلاح الجليل ومعركة الجليل أصبحت حاضرة بقوة في الوجدان الإسرائيلي. السيد نصر الله يؤكد أن إسرائيل تعيش قلقا وجوديا وخوفا من دخول حزب الله مستعمرات الجليل. مطالبات بالتدخل العاجل لإنقاذ الأسير علاء الأعرج لخطورة وضعه الصحي، وهأرت تستكشف عن أساليب الشباك في التنكيل بالمعتقل. تجمع المهنيين السودانيين يؤكد عدم شرعية قرارات البرهان بإعلان مجلس سيادة جديد، والأمم المتحدة تحذر من تعقيد العودة إلى النظام الدستوري. موسكو تؤكد أن النشاط العسكري الأمريكي في منطقة البحر الأسود يشكل تهديداً للأمن الإقليمي والاستقرار الاستراتيجي. أهلاً ومرحباً بكم. أفادت مصادر ميدانية الميادين بانسحاب قوات التحالف السعودي من جنوب الحديدة وشرقها، ورأت أن ذلك قد يكون لتعزيز قوات هادي والإصلاح المنهارة في مأرب. المصادر قالت أن الانسحاب نفذ بطريقة مفاجئة من عشرات المواقع باتجاه مديرية المخا غرب تعز. كذلك تحدثت عن انسحاب قوات ألويات العمالقة وقوات طارق صالح من الخطوط الأمامية للجبهات الجنوبية والشرقية للحديدة. وفي مأرب قتل وجرح عدد من قوات الرئيس هادي إثر مواجهات عند الأطراف الفاصلة بين مديريتي الجوبة ووادي عبيدة في مأرب، كما تجري المعارك في منطقتي وادي ذنا والروضة المؤديتين إلى جبل البلق الأوسط المشرف على نقطة الفلج الأمنية المدخل الجنوبي لعاصمة محافظة مأرب وعقدة المواصلات الرئيسية للمدينة. الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أكد خلال كلمة له في مناسبة يوم الشهيد أمس أن السعودية فشلت في الحرب على اليمن، وقال إن الأزمة التي افتعلتها المملكة في لبنان وما يتبعها من خطوات مرتبطة باليمن وبمأرب تحديدا. السيد نصر الله وصف حجة السعودية بأن حزب الله مهيمن على لبنان بالكذب المحض والافتراء الكامل. نعم، القصة باليمن أيها الإخوة والأخوات، أيها الشعب اللبناني، لا تعرفوا وين جاي يعملوا لكم مشكلة. هي قصة مأرب، هي قصة الحرب العدوانية على اليمن ونتائج الحرب. ما في داعي لا كمان وقت ما بيساع عمل تحليل بعد 7 سنوات من الحرب. مئات مليارات الدولارات خلال 7 سنوات. طيب نتيجة الحرب فشل كامل. يكفيكم من يعرفه اللبنانيون جيداً، يعرفوا السياسيين والأحزاب، خصوصا الانجيوز اللي كانوا يقعدوا معه بالسفارة، شنكر، تتذكروا شنكر بنكر هذا؟ طيب ما هو من يومين شو بيقول إن سقوط مأرب هزيمة للرياض وواشنطن، إن سقوط مأرب يعني أن الطرف الآخر فاز في الحرب اليمنية. هذا شنكر يا أخي، هذا مش واحد من محور المقاومة. تداعيات مأرب ستكون كبيرة جدا في اليمن وفي المنطقة، والسعودية تدرك ذلك. السيد نصر الله أكد انتصار سوريا على المشروع التكفيري الذي أنفقت عليه المليارات العربية أو أنفقت، وشدد على أن هذا الانتصار تجلى من خلال زيارة وزير الخارجية الإماراتي لدمشق والاتصالات العربية مع القيادة السورية. في الأسابيع القليلة الماضية أعلن عن اتصالات هاتفية لملوك ورؤساء عرب مع السيد الرئيس بشار الأسد. في الأيام القليلة الماضية وزير خارجية الإمارات يأتي إلى دمشق. طبعا كتار علقوا درسوا، هلأ كله قابل للتحليل، ولكن يساوي الاعتراف العربي بانتصار سوريا، الاعتراف العربي بهزيمة المشروع الذي أنفق فيه
مئات مليارات الدولارات العربية. هذه الزيارة هي تعبير، هي إعلان الهزيمة. هلا كل واحد بده يقراها على مهله، إيجابي سلبي على كل، لكن أنا بدي أقراها من هالزاوية، من زاوية الشهداء الذين قاتلوا في مواجهة الإرهاب التكفيري وقدموا دماءهم، من زاوية الجرحى، من زاوية المجاهدين والمقاومين. السيد نصر الله أكد الانفتاح على المصالحة في خلد جنوبي بيروت، ولا سيما بعد صدور الأحكام القضائية بحق مرتكبي المجزرة. هذا ونفى السيد نصر الله صحة وجود مقايضة بين قضية انفجار مرفأ بيروت وأحداث الطيونة. طبعا لما نحكي عن مجزرة الطيونة، يعني التي ارتكبها حزب القوات اللبنانية عامدا متعمدا عن سبق إصرار وتصميم وتخطيط وتدبير واستنفار وتجهيز واستطلاع ومجيء لعناصر من خارج عين الرمان إلى عين الرمان، ومنترك الباقي للقضاء. كل ما قيل عن مقايضة بين ملف مرفأ بيروت وملف الطيونة غير صحيح، ليس له أي أساس من الصحة. وطبعا ليس فينا من يمكن أن يقبل بمقايضة من هذا النوع. كلا الملفين مهمان جدا، وكل الدماء التي سقطت في مرفأ بيروت وفي الطيونة هي دماء طاهرة زكية مظلومة. عوائل شهداء مرفأ بيروت وعوائل شهداء الطيونة بالنسبة لنا مثل بعضهم. السيد نصر الله أكد أن المطلوب من لبنان إرادة سياسية لرفض الإملاءات والهيمنة. منعنا الإطباق، منعنا الهيمنة الكاملة، منعنا السيطرة الكاملة، ولذلك لبنان يستطيع أن يقف اليوم على رجليه حتى الآن، وكل ما يحتاج هو الإرادة السياسية فقط، ويرفض الإملاءات الأمريكية في ترسيم الحدود البحرية. هنا نحن لا نتحدث، هنا نتحدث عن أمر سيادي، لأنه عندما تتحدث عن السيادة حبة الرمل لها قيمة للي بيفهموا سيادي، كوب الماء له قيمة، الشبر والمتر له قيمة في الأرض أو في المياه، لكن هنا يضاف إلى ذلك أن المنطقة المتنازع عليها عند الحدود هي تضم ثروة نفطية وغازية هائلة يحتاجها لبنان. هل يمكن أن نتسامح بسيادتنا؟ هل يمكن أن نتسامح بثرواتنا؟ الأمين العام لحزب الله أكد كذلك أن من أبرز تجليات إنجازات الشهداء القلق الوجودي الذي تعيشه إسرائيل ورعبها من دخول المقاومة مستعمرات الجليل. لأول مرة في تاريخ هذا الكيان منذ أكثر من 70 سنة يخاف من لبنان. لا يخاف من لبنان أن يطلق عليه قذيفة أو صاروخ كاتيوشا أو عبوة ناسفة، وإنما يخاف من لبنان أن يقتحم على العدو مساحة كبيرة في الشمال فيما عنوانه معركة الجليل. اليوم اصطلاح الجليل ومعركة الجليل أصبحت حاضرة بقوة في الوجدان الإسرائيلي، في الثقافة الإسرائيلية، في الحسابات العسكرية لدى القيادات السياسية والعسكرية الإسرائيلية، ولذلك يشيدون الجدران ويغيرون الجغرافيا. القلق من لبنان من قوة المشاة هذه التي يخافون منها أن تدخل إلى الجليل وإلى الشمال، وهذا إن حصل ستكون له تداعيات خطيرة على وجود الكيان الإسرائيلي. 39 عاما مضت على عملية الاستشهادي أحمد قصير الذي اقتحم بسيارته المفخخة مقر الحاكم العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي في صور، عملية بقيت آثارها حاضرة في الوعي الإسرائيلي بعد أن وصفت بأنها من أقوى العمليات وأنجحها في تاريخ المقاومة. منال إسماعيل. الحادي عشر من تشرين الثاني عام 1982 حلت الكارثة الأكبر في تاريخ إسرائيل. إنها لعنة صور كما وصفتها وسائل إعلام إسرائيلية، حيث اقتحم الاستشهادي أحمد قصير بسيارة مفخخة مقر الحاكم العسكري الإسرائيلي في مدينة صور جنوب لبنان. صورة مقر الحاكم العسكري في صور موجودة طوال الوقت في مكتبي، لأنها تذكرني بما يزعجني طوال الوقت.
الصدمة والذهول اللذان أصابا جنود الجيش الإسرائيلي وعناصر الشباك الذين كانوا هناك رافقا من بقي حيا منهم ويتذكر ذلك اليوم. كنت جنديا مبتدئا وهرعنا إلى هناك للمساعدة على إجلاء الجرحى. صفوف من الجثث المكدسة في الخارج، إنه من أكثر الأمور المزعزعة بالنسبة إلى جندي مبتدئ. كانت المرة الأولى التي أصطدم فيها بأمر كهذا. هذه التجربة كوت الوعي لدي منذ ذلك الحين. نتيجة عملية الشهيد أحمد قصير القاسية التي حصدت باعتراف إسرائيل 76 قتيلا من الجيش الإسرائيلي والشباك وانهيار المقر بطوابقه السبعة بالكامل كأنه برج من ورق، دفعت المؤسسة الأمنية والعسكرية إلى محاولة طمس الحقائق بادعاء أن انهيار المبنى ناجم عن انفجار سببه الغاز، ادعاء سرعان ما ثبت زيفه وكذبه. حزب الله كان يعلم والجميع كان يعلم، فقط نحن نقول لا لم يحصل ذلك وأن الانفجار سببه الغاز. حزب الله كل عام يجتمع يحتفل بهذه العملية على أنها يوم تأسيسه. استهداف مقر الحاكم العسكري الإسرائيلي في صور مثل مفاجأة للجيش الإسرائيلي الذي لم يكن يتوقع ضربة كهذه، ولم يكن يعلم أن هذه العملية ستكون إذانا بفتح عهد جديد لم تشهد له إسرائيل مثيلا، إنه عهد الاستشهاديين الذي توج عام 2000 باندحار الاحتلال الإسرائيلي عن لبنان. كشف رئيس معهد إيميل توما للدراسات الفلسطينية والإسرائيلية عصام مخول عن خشية إسرائيل للمرة الأولى من تاريخ الصراع مع الاحتلال من دخول المقاومة عبر الحدود، معتبرا أن مفهوم إسرائيل نفسها سوف يهتز في الحرب المقبلة ولا سيما مع انتصار سوريا. الصمود السوري والانتصار السوري في نهاية المطاف تزعزعت مواقع أكبر من مواقع شركاء الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة والأنظمة التابعة لها، وإنما مواقع الولايات المتحدة الأمريكية نفسها. أنا أعتقد أننا بعد 10 سنوات نستطيع أن نتحدث بشكل واضح أن العالم بعد هزيمة المشروع الأمريكي في سوريا وفي مشروع الهيمنة على المنطقة، فإن على هذه الصخرة تحطم نظام القطب الواحد، ونحن نعيش في عالم متعدد الأقطاب أو في عالم لا يقبل بأن يكون تحت سيطرة قطب واحد فقط ولو كان أمريكيا. الخبير في الشؤون السياسية وسيم بزي قال للميادين أن دمشق ما زالت في موقعها على خياراتها منتصرة، فيما الآخرون يراجعون خياراتهم، لا سيما بعد خوض الرئيس السوري بشار الأسد والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله معا الحرب ضد التكفيريين وإسرائيل. أحد أكثر المعنيين بفهم الرسالة الدمشقية ببعد الإماراتي هو لبنان، وتحديدا من راهن على العداوة لسوريا ولا زال حتى هذه اللحظة يرفض أن يعترف بشكل جلي وواضح بضرورة فتح الباب الواسع للعلاقة بين الدولتين على مصراعيه. طيب. أمر ثالث وسريع، لطفاً. كل حلفاء الولايات المتحدة في لبنان ترتعد فرائسهم من المشهد الدمشقي الأخير. رئيس تحرير صحيفة السياسة المصرية إيمان سمير أشار للميادين إلى أن إسرائيل باتت تعيش حالة من القلق على كل الصعود بعد فشل مشروع إضعاف سوريا. أنا في تقديري إسرائيل ليس لديها اليقين الكامل سياسيا واقتصاديا وأمنيا حول مستقبلها، وهذا الأمر واضح كثيرا ويمكن رصده في أكثر من مسار. نتذكر جميعا الصاروخ السوري الذي وصل إلى مفاعل ديمونة. الجميع في إسرائيل اعترفوا وشكلوا لجنة لدراسة كيف وصل هذا الصاروخ، رغم أنه صاروخ بسيط وصل إلى مفاعل ديمونة ليس فقط في منطقة الجليل لكنه وصل إلى العمق الإسرائيلي. لو رجعنا لشهر مايو الماضي، أكثر من 10% من صواريخ بسيطة تم إطلاقها من قطاع غزة وصلت إلى أهدافها ولم تستطع القبة الصاروخية الإسرائيلية أن توقفها. أجرت القوات البحرية الأمريكية تمريناً أمنياً في البحر الأحمر بمشاركة
بمشاركة قوات إسرائيلية وإماراتية وبحرينية في أول تدريب من نوعه يعلن عنه بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين. القوات الأمريكية لفتت في بيان إلى أن التمرين الذي يستمر 5 أيام يشمل تدريبا في البحر على متن سفينة نقل برمائية للتدرب على تكتيكات الزيارة والدخول والتفتيش والمصادرة. كشفت القناة 13 الإسرائيلية استقالة 3 مسؤولين في الموساد الإسرائيلي برتبة لواء. المحلل الإسرائيلي للقناة العبرية ألون بن ديفيد وصف الأمر بالهزة التي تضرب الموساد، ولفت إلى أن الرؤساء المستقلين هم رئيس شعبة التكنولوجيا ورئيس ما يسمى الشعبة المسؤولة عن محاربة الإرهاب ورئيس الشعبة التنفيذية المعروفة بشعبة تشغيل العملاء، إضافة إلى مسؤول كبير رابع يميل أيضا إلى الاستقالة، وذلك على خلفية التغييرات التنظيمية التي يقودها رئيس الموساد الجديد ديفيد بارنيخ. كشفت صحيفة هارتس العبرية عن الأساليب غير القانونية أو الأخلاقية التي يتبعها محققو الشباك مع المشتبه فيهم من دون حسيب أو رقيب، وخلص الحديث إلى أن الإصرار على عدم الاعتراف خلال تحقيقات الشباك وإن كان المتهم بريئاً هو ضرب من الجنون. وبحسب الصحيفة فإن جهاز الشباك ينكل ويعذب المعتقلين خلال التحقيقات بل ويكذب في المحاكم أيضا. الصحيفة استشهدت بحادثة تعرض خلالها شخص للاعتقال لأكثر من 7 سنوات لذنب لم يقترفه. نشد محامي نادي الأسير جواد بولس خلال مداخلة عبر قناة الميادين ضرورة التدخل لإنقاذ الأسير علاء الأعرج لخطورة وضعه الصحي، مشيدا في الوقت عينه بمعركة الأسرى البطولية في وجه السجان الإسرائيلي. يعني ما جرى في قضية المقداد هو مؤشر لما قد يحصل أيضا مع الأسرى الآخرين. مقداد علينا أن نتذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت أمر الاعتقال دون أن تلتزم بأي مدة محددة لتحريره، فالأمر الاعتقال الإداري قابل للتجديد 6 أشهر وراء 6 أشهر إلى ما لا نهاية. تراجعت إسرائيل وعرضت علينا 4 شهور إضافية. مقداد رفض جميع هذه العروض إلى أن تراجعت إسرائيل مرة أخرى اليوم وعرضت 3 شهور. معنا من رام الله رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس. أهلا ومرحبا بك أستاذ قدورة عبر شاشة الميادين. بداية نبارك لكم وللجميع انتصار الأسير مقداد القواسمة، ومنكم نطمئن على حال الأسرى المضربين على الطعام خصوصا على الأعرج. يعني للأسف الشديد ليس هناك ما يطمئن، كل دقيقة تمر وكل لحظة تمر إنما يقترب الأسرى المضربون من الخطر أكثر. وكما يعلم الجميع بعد 120 يوما 4 شهور للأخ كايد الفسفوس في هذا الإضراب وهو موجود في المستشفى مستمر في إضرابه على الرغم من قرار الاحتلال تعليق اعتقاله الإداري، يعني ينذر بما هو أسوأ. وحالة الأخ علاء الذي يعني يخضع لتحقيق أو خضع لتحقيق خلال الأيام الماضية على الرغم من إضرابه وعلى الرغم من أنه مصنف معتقل إداري، الآن يعني بدأوا بالعمل على إعداد لائحة اتهام والإفصاح عن التهم التي بسببها اعتقل إداريا. الوضع المشهد معقد يعني، لكن نأمل في نهاية المطاف أن تتراجع سلطات الاحتلال وينكسر موقفها بما يمكن من إنهاء هذا الإضراب لكل الأسرى المضربين بطريقة كريمة تضمن لهم تحقيق ما ابتغوه، وعلى وجه الخصوص هو تحديد موعد للإفراج. نعم، يعني نتمنى ذلك أن يحصل معهم تماما كما حصل مع الأسير مقداد القواسمة. أستاذي العزيز المحامي جواد بولس طالب بالتدخل العاجل لإنقاذ الأسير علاء الأعرج لخطورة وضعه الصحي، ومن هنا أسألك ما الذي يمكن فعله في هذا الخصوص وما المعني بالتدخل السريع؟ يعني ليس هناك، يعني إذا كان الأخ جواد يعني يناشد فهو يناشد الجميع، ولكن يعني الطريقة الوحيدة يعني المثلى لممارسة الضغط إما عمل شعبي واسع مساند للإضراب، وإما من خلال القنوات التي ما زالت مفتوحة بيننا كفلسطينيين وبين إسرائيل من خلال السلطة الوطنية الفلسطينية. وعلى هذه الجبهة إذا جاز التعبير
هناك جهود حديثة ونحن نعمل أنه في كل ساعة أن نبلغ بنجاح هذه الجهود، لأن كل المؤشرات التي نتلقاها خلال الأيام الماضية أن هناك يعني بيئة أو مناخ أفضل من السابق، وبالتالي يعني قد يتوصلون الاتفاق في أقرب وقت. هذا ما نأمله، ولكن يعني هذه الجهود نحن ندعو وأنضم إلى الأخ جواد بالدعوة إلى ضرورة تكثيف هذه الجهود إلى أن نطوي صفحة هذا الإضراب بطريقة كريمة وتليق بهذه المعاناة وهذا الثبات وهذا الصبر الذي أظهره العشرة الأبطال المضربين. أشكرك أستاذ قدورة فارس رئيس نادي الأسير الفلسطيني، كنت معنا من رام الله. أكدت والدة الأسير مقد القواسمة في مقابلة مع الميادين أن ابنها أخذ وعدا بالإفراج عنه من دون أي تمديد للاعتقال الإداري. جسد متهالك، أمعاء خاوية، وضع صحي صعب جدا، تعرض القلب لأكثر من مرة لانتكاسة، وممكن تكون في تدخل لإنعاش القلب، وهو مصمم وداعم في الإضراب ومصر وبقوة وصلابة يعني لا محدودية وإلها. كان توجه من هيئة الأسرى الموجودين في الأسر، يعني زملاء مقدار في الأسر، نعم، توجهوا إله لإنقاذ حياته ولوضع شيء، يعني استجاب لمطالبهم لأنه أخذ منهم وعد إنه يفرج عن شهر الشباط القادم بدون أي تمديد لا أو أي تجديد للاعتقال الإداري. أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أنها تلاحق قانونياً حكومة الاحتلال على جريمة قرصنة هواتف العاملين في الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني. وبحسب بيان لها، فإن الوزارة رصدت برنامج تجسس طورته شركة NSO Group الإسرائيلية للتجسس على هواتف ثلاثة مسؤولين بارزين، ووجهت إلى إسرائيل أصابع الاتهام باستخدام برنامج بيجاسوس للتنصت. قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن إحدى العقبات القائمة بين السلطة الفلسطينية وواشنطن هي ملف الأسرى والشهداء ومستحقاتهم. وخلال مقابلة مع الميادين قال إن الرئيس محمود عباس مهدد بالاغتيال من قبل إسرائيل لرفضه صفقة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، كما اغتالت الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات. اغتيال الرئيس أبو عمار وراءه إسرائيل وبلا شك، ورغم كل ما يمكن أو خفي حتى هذه اللحظة إلا أن لدينا كل المعلومات الكافية لنثبت أن إسرائيل كانت وراء اغتيال الرئيس أبو عمار. وبالمناسبة وبرغم زلة اللسان أستطيع أن أقول لك أن الرئيس أبو مازن الآن يتعرض إلى نفس الضغوط وإلى نفس الخطر الذي كان قائما على الرئيس أبو عمار. الرئيس أبو مازن تصور أن الجانب الأمريكي والجانب الإسرائيلي اعتبر أن خطاب الرئيس للأمم المتحدة هو تهديد واضح للإدارة الأمريكية وللحكومة الإسرائيلية، ونحن نعرف تماما أن الحصار القائم على القيادة الفلسطينية وعلى الرئيس أبو مازن الآن وعلى الشعب الفلسطيني واستمرار الاستيطان واستمرار القطيعة الدولية والإقليمية للسلطة الوطنية الفلسطينية التي على رأسها الرئيس أبو مازن، كلها لأنه قال لا لصفقة ترامب. الذكرى 17 لاستشهاد الرئيس عرفات يحييها الفلسطينيون وهم في حالة قد تكون الأسوأ في ظل استمرار الانقسام وتزايد الاعتداءات الإسرائيلية. التفاصيل مع زميلة نسرين سلمي. 17 عاما مرت على استشهاد أبو عمار وذكراه ما زالت خالدة في نفوس الفلسطينيين الذين يصرون في كل عام على إحياء الذكرى من خلال مسيرات وزيارات تنظم إلى ضريحه ومتحفه. جيل اليوم يحمل صور الشهيد أبو عمار ويهتف ما كان يهتف به للقدس والشهداء. اليوم احنا طلعنا عشان نحيي ذكرى وفاة الراحل ياسر عرفات، رمز لدولة فلسطين، القائد الراحل، مفجر الشبيبة، مؤسس حركة فتح. اليوم احنا طلعنا بهاي المناسبة لنحيي هاي الذكرى، أنا وكل شبيبة حركة فتح وكل أفراد الشعب الفلسطيني. ذكرى أبو عمار يحييها الفلسطينيون وهم في وضع يكاد يكون الأسوأ،
في ظل تراجع الاهتمام الدولي بقضيتهم وتزايد انتهاكات الاحتلال بحقهم، ولا سيما في القدس ورفض إسرائيل أي حلول قد تعطي الفلسطينيين دولة مستقلة. خسارتنا كبيرة للغاية، لكن عزاؤنا بنهجه بتراثه الذي علينا أن نستعيده دائما. وما بين وضع أكاليل الزهور وقراءة الفاتحة على ضريح الشهيد ياسر عرفات، أكدت القيادة الفلسطينية ضرورة أن يغير المجتمع الدولي تعامله مع الاحتلال الإسرائيلي وإجباره على احترام اتفاقاته مع الفلسطينيين. اليوم يوم أليم، ولكن في أمل، أمل بأن يتحقق حقنا ويتحقق حلم ياسر عرفات أن ترفع زهرة وشبل علم فلسطين على أسوار القدس، كنائسها ومآذنها. أطفال لم يعاصروا ياسر عرفات ولكن يتحدثوا عنه كأن في كل بيت فلسطيني، كأنه منهاج يدرس في المدارس وهو يدرس في كل بيت فلسطيني. هذا ويحمل الفلسطينيون إسرائيل المسؤولية الكاملة عن اغتيال أبو عمار ويطالبون بمحاسبتها. ذكرى استشهاد أبي عمار تعود على الفلسطينيين وهم في حال قد يكون الأسوأ في ظل هرولة أنظمة عربية للتطبيع مع إسرائيل، ما أعطاها ضوءا أخضر لمزيد من القمع والتنكيل بحق الفلسطينيين. نسر سلمي، رام الله، الميادين. فاصل نتابع بعده نشرة الأخبار. من جديد أهلا ومرحبا بكم. قال وزير الخارجية الجزائري رمضان العمامرة إن الجزائر ستعمل خلال الأسابيع المقبلة على استكمال الجهود لإنجاح عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية. العمامرة دعا الدول العربية إلى دعم الشعب الفلسطيني بدلا من مساعدة الكيان الإسرائيلي المحتل على التوسع. وخلال حوار إعلامي وصف العمامرة وعود بعض الساسة في ليبيا بتطبيع العلاقات مع الكيان الإسرائيلي بالتصرف غير المسؤول. قال رئيس دائرة العلاقات الوطنية في الخارج في حركة حماس علي بركة إن أغلبية الفصائل الفلسطينية ترفض حكومة وحدة وطنية تعترف بإسرائيل وتتمسك بإعادة تفعيل منظمة التحرير. وفي مقابلة ضمن برنامج حتى القدس أعرب بركة عن أمله في أن تعود العلاقات مع سوريا إلى سابق عهدها. طبعا نحن ندين أي عدوان إسرائيلي على سوريا وعلى أي دولة عربية، وهذا موقف مبدئي لدينا. لذلك كلما يكون هناك عدوان على سوريا نحن ندين هذا العدوان، ونأمل أن تعود العلاقات كما كانت سابقا يعني قبل 2012، نأمل ذلك. لكن هذا ليست الأمر مقطوعة الآن، صحيح؟ ما في تواصل مباشر، لكن نأمل. هناك رسائل متبادلة، يعني الرئيس بشار الأسد أرسل تحية إلى مقاومي حماس مع صحيح. قادة الفصائل الفلسطينية، هذا أمر إيجابي، ونأمل أن يكون هناك. وحماس كيف تلقفتها؟ نحن نقول لابد أن تعود العلاقة، لأنه نحن في محور واحد ضد العدو الصهيوني، هذا هو محور المقاومة الذي حقق انتصارات حقيقية. لابد أن نعيد ترميم هذا المحور، ونحن بحاجة إلى جهد من الإخوة في الجمهورية الإسلامية ومن الإخوة في حزب الله حتى يعني نرمم هذا الأمر. أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا أن مسلحي تنظيم جبهة النصرة نفذوا 9 عمليات قصف في منطقة إدلب لخفض التصعيد شمال غرب سوريا. وبحسب موقع زفيزدا التابع للجيش الروسي، قال نائب رئيس من المركز أن عمليات القصف هي 5 في محافظة حلب و4 في محافظة إدلب. شارك أبناء مدينة حلب في وقفة احتجاجية بمدينة تل رفعت في الريف الشمالي للمحافظة، ونددوا خلالها باستمرار الاحتلال التركي للأراضي السورية في المناطق الشمالية من البلاد. المشاركون الذين رفعوا الأعلام السورية وصور الرئيس بشار الأسد نددوا باستمرار الاحتلال التركي للأراضي السورية، وطالبوا أنقرة بالانسحاب وبوقف الاعتداءات المستمرة لجيشها والمجموعات الموالية له ضد المناطق الآمنة في ريف حلب الشمالي. نحن اليوم هون موجودين حتى نوصل رسالة للعدوان التركي وأي عدوان سافر ممكن أنه يقدم على سوريا أو يقرب عليها. نحن كوطن كشعب وكجيش تحية إكبار وإجلال للجيش العربي السوري على ما قدموا خلال 10 سنوات. هي أكبر رسالة وقفتنا هون نحن
نحن شعب ما بنرضى ابدا اي احتلال واي عدوان سافر، وهي الرساله انه سوريا عصيه وابيه على اي عدوان ومستحيل، ونحن بنضحي وبنكافح على سوريا بدمائنا لاخر نقطه من دمائنا. نحن جئنا اليوم لنؤكد خيارنا الاول مع القياده الحكيمه للدكتور بشار حافظ الاسد، ومؤكدين رفضنا القاطع والتام والكامل لكل أشكال الاحتلال التركي منذ 10 سنوات على أراضينا، ونرفض هذا الوجود، ونؤكد خيارنا الأول هو القائد الأسد، وخيارنا الأخير والأول والكامل مع جيشنا العربي السوري لاسترجاع كافة الأراضي المحتلة الموجودة. شدد مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية علي باقري كوني على أن إلغاء الحظر الأمريكي غير القانوني على إيران هو نقطة البداية للجولة المقبلة من المفاوضات في فيينا. في تصريح له على أعتاب انعقاد اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي في فيينا، قال باقري كوني إن أساس القضية هو خرق واشنطن الاتفاق النووي وفرض إجراءات حظر جديدة على إيران، وأكد أن إيران ستعود إلى تنفيذ كامل التزاماتها في حال رفع الحظر الأمريكي. رحب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان بخطوة الجزائر بتصويتها الرافض لانضمام إسرائيل إلى الاتحاد الأفريقي، مشيرا إلى أن هذا الموقف أثار إعجاب طهران. وفي بيان أعلنت الخارجية الإيرانية أن موقف عبداللهيان جاء خلال اتصال هاتفي أجراه مع وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمضان العمامرة، حيث أضاف أن الجزائر تصرفت على أساس الحكمة والمنطق. كما رحب عبداللهيان بموقف الجزائر الداعي إلى عودة سوريا إلى حضن الجامعة العربية، واصفا إياه بالمنطقي الذي له قيمة. إلى السودان، حيث أعلنت نقابة الأطباء اعتقال أحد أعضائها والقيادي في تجمع المهنيين السودانيين محمد ناجي الأصم واقتياده إلى مكان مجهول. وفي وقت سابق كانت العاصمة الخرطوم شهدت احتجاجات وقطعا للطرق بعد إعلان تأليف مجلس سيادة جديد برئاسة عبد الفتاح البرهان. الخطوة ندد بها تجمع المهنيين السودانيين ومجموعات عديدة معارضة للقيادة العسكرية، وتوعد المحتجون بالتصعيد رفضا للقرارات التي وصفوها غير الدستورية. تجمع المهنيين السودانيين أعلن عدم شرعية قرارات البرهان، وفي بيان له ذكر أن المجلس الانقلابي ما زالت قواته تمارس العنف والتنكيل بالثوار وزج المناضلين في المعتقلات، وشدد على أن قرارات البرهان لا شرعية لها ولن تجد من الشعب إلا المقاومة حتى الإسقاط الكامل. كما أكد أن المقاومة السلمية طريق الشعب لإسقاط الانقلابيين وتأسيس السلطة المدنية، وداعيا السودانيين إلى الخروج في مواكب السبت ليكون زلزالا شعبيا تصب في مسار الثورة السودانية. الممثل الخاص للأمم المتحدة في السودان أعرب عن قلقه إزاء تعيين مجلس سيادة جديد، وقال الممثل الخاص إن تأليف البرهان مجلس سيادة جديد يزيد من صعوبة العودة إلى النظام الدستوري. تعهد الرئيس التونسي قيس سعيد بإيجاد حل نهائي لقضية مكبّ نفايات عقارب في ولاية صفاقس التي تطورت إلى احتجاجات خلال الأيام الأخيرة. وخلال اجتماعه مع نشطاء في المجتمع المدني، أكد سعيد وحدة الدولة التونسية وأهمية وعي الجميع بالمخاطر التي تعيشها تونس، داعيا إلى ضرورة الانتباه إلى كل من يسعى إلى تأجيج الأوضاع في البلاد. تلقينا دعوة من سيادة رئيس الجمهورية وباش نفهموه ونوصلوا صوت أهالي عقارب ومشكلتهم الدائمة مع النفايات. دونك تفهم الوضعية، تفهم الطلبات سيادة رئيس مشكور، وتعهد اللي نعود اجتماع آخر مع سيدة وزيرة البيعة ومع سيادته في ظرف نهارين لإيجاد حل نهائي لمصب النفايات بالجنة، مع أيضا تعهد بفتح تحقيق جدي للملابسات وفاة فقيد عقارب المرحوم عبد الرزاق الأشهب وفقيدة عقارب أيضا أمال ربي يرحمهم. أيضا زاد تعهد زاد بالموقوفين اللي مشدودين، دونك تعهد زاد باش اطلاق سراحهم.
أكد المتحدث باسم الخارجية الأثيوبية دينا مفتي موقف الحكومة الرافض لإجراء محادثات لوقف إطلاق النار مع قادة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي قبل انسحاب قوات الجبهة من منطقتي أمهرة وعفر المجاورتين. مفتي قال إن أديس أبابا ستعاقب الموظفين الأثيوبيين العاملين في الأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي في حال مخالفتهم القانون. ستتم معاقبة الموظفين الأثيوبيين العاملين في الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في حال مخالفتهم القانون. يتعين على موظفي الأمم المتحدة المقيمين في أثيوبيا احترام قانون البلد، فهم يعيشون في أثيوبيا لا في الفضاء، وسواء أكانوا من موظفي الأمم المتحدة أو من الاتحاد الأفريقي فإنه يجب محاسبتهم. اعتقال المئات من أهالي تيغراي في أديس أبابا إضافة إلى 16 من موظفي الأمم المتحدة الذين لم يتم الكشف عن أصلهم العرقي وإطلاق سراح 7 منهم لاحقا. الشرطة قالت إن الاعتقالات التي طالت أعدادا كبيرة من المدنيين من أهالي تيغراي ليست بدوافع عرقية. اعتبر المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف النشاط العسكري الأمريكي الحالي بمثابة دراسة لمسرح العمليات من قبل واشنطن، وهذا التمرين غير مسموح بالقرب من منطقتنا، فالنشاط العسكري الأمريكي يشكل تهديدا للأمن الإقليمي والاستقرار الاستراتيجي. وزارة الدفاع الروسية سجلت زيادة في النشاط العسكري للولايات المتحدة وحلفائها في الناتو في منطقة البحر الأسود. زادت كثافة الاستطلاع البحري والجوي وأنشطة الطيران الاستراتيجي. الدفاع الروسية تعتبر النشاط العسكري الحالي غير مقبول، وهذا التمرين غير مقرر بالقرب من منطقتنا، وبناء على ذلك النشاط العسكري الأمريكي يمثل تهديدا للأمن الإقليمي والاستقرار الاستراتيجي. ومعنا من موسكو مدير مكتب الميادين سلام العبيدي، مرحبا بك سلام. إذا بين النشاطات الأمريكية والتهديدات الروسية، ما الذي يحدث في البحر الأسود؟ صباح الخير مايا. طبعا لا بد من الإشارة إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يراقب عن كثب كل هذه التطورات، وبالمناسبة في هذه الأيام وهي ليست المرة الأولى وإنما أصبح تقليدا، الرئيس بوتين يرأس مجموعة من الاجتماعات مع القيادات العسكرية الروسية وأيضا مع ممثلي التصنيع الحربي للنظر في احتياجات القوات المسلحة الروسية وكيف يجري تحديث وتطوير الجيش الروسي وتزويده بآخر المعدات والأسلحة العسكرية. فلذلك من الطبيعي أن يكون هناك اهتمام، خاصة أن بوتين عادة يعقد هذه الاجتماعات في سوتشي أي في منطقة البحر الأسود. فمن وجهة النظر هذه الأنشطة العسكرية الأطلسية غير المقررة وغير المخطط لها بمشاركة كل دول الحلف الأطلسي التي تطل على البحر الأسود، وهي بالإضافة إلى تركيا، بلغاريا ورومانيا، وأيضا بمشاركة كل من أوكرانيا وجورجيا، وهنا طبعا يعني يمكن القول مربط الفرس بالنسبة لروسيا هو استغلال أراضي جمهوريات سوفيتية سابقة تشكل تخوما استراتيجية لروسيا. استغلال هذه الأراضي، بأن هذه المناورات الآن يجري جانب منها في عرض البحر وجانب منها في الموانئ الجورجية، ويفترض أن تنتقل بعض السفن إلى ميناء أوديسا في أوكرانيا. إذا من وجهة النظر هذه الأنشطة العسكرية تشكل تهديدا عسكريا مباشرا لروسيا، لذلك روسيا تتخذ الإجراءات والتدابير الاحتياطية. ومن وجهة النظر الروسية، وكما قال الكاتب الروماني ومؤرخ الحروب القديم فلافيوس ريناتوس سيفيس باسيم بارابيلوم، يعني روسيا تنتهج هذا المبدأ، وهو إذا أردت السلام فاستعد للحرب، خاصة في ضوء هذه التحضيرات العسكرية الكبيرة والاستفزازات التي تقوم بها قوات الناتو في المنطقة. أشكرك زميل سلام العبيدي مدير مكتب الميادين، كنت معنا من موسكو. اتهمت الدول الغربية الأعضاء في مجلس الأمن الدولي في بيان مشترك بيلاروسيا باستغلال أزمة المهاجرين على حدودها مع بولندا بهدف زعزعة استقرار الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي على حد تعبيرها. وطالبت الدول الست في ختام جلسة طارئة مغلقة بإيقاف الضغط على الاتحاد الأوروبي فورا.
أكد نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي أن روسيا لم تخطط لأي تدخل عسكري في الأراضي الأوكرانية ولن تقوم بذلك إلا في حال دفعت أوكرانيا أو أي طرف آخر موسكو للقيام بذلك. بوليانسكي أوضح أن هناك الكثير من التهديدات تنبع من أوكرانيا بالتوازي مع السفن الحربية الأمريكية موجودة في البحر الأسود، وهذا ما يجعل تفادي صدام مباشر في البحر الأسود أمرا صعبا للغاية. مناقصة عالمية لإدارة محطة حاويات مرفأ بيروت وتشغيلها وصيانتها تمثل أساسا لإعادة إعمار المرفأ ولإنعاش الدورة الاقتصادية وتعيد فتح بوابة العمق العربي على المتوسط استيرادا وتصديرا. التفاصيل مع حسان الرفاعي. سنة وثلاثة أشهر مضت على انفجار مرفأ بيروت ومحطة الحاويات فيه ما زالت على حالها. يدرك المسؤولون اللبنانيون أهمية هذه المحطة التي تمثل أساساً لإعادة تفعيل المرفأ تمهيداً لدخول مرحلة إعادة الإعمار، وبالتالي كان لابد من إطلاق مناقصة لإدارة هذه المحطة وصيانتها وتشغيلها. محطة الحاويات هي القلب النابض لمرفأ بيروت، بتشكل 85% من حركة المرفأ، وبالتالي تصب في قلب إعادة تفعيل عمل مرفأ بيروت. الهدف الأساس لن أبقي مرفأ بيروت رهينة كتابة الرؤى والاستراتيجيات. تمثل المحطة أساساً لإعادة تفعيل عجلة الاقتصاد اللبناني، إذ إن المرفأ الذي طور عام 1894 مثل جسر عبور باتجاه المرافق الفرنسية، فالطبيعة الجغرافية التي تحمي السفن خلال مختلف الفصول سمحت له بأن يكون منفذاً إلى العمق العربي على امتداد القرن الماضي. هيدا إضافة للتحريك الداخلي لمرفأ بيروت، هيدا بيرجع بيسمح لنا نكون منطقة عبور على سوريا وتحريك هيدا الشغل اللي كان لبنان مؤهل له بموضوع سوريا وبالتالي على العراق. من شغلة بسيطة أنه كانت المرافق اللبنانية تاريخياً تشتغل 55% من طاقتها للعراق. لم يعد مرفأ بيروت المنفذ الوحيد للعمق العربي للمتوسط مع توجه دول نحو التطبيع واستخدام مرفأ حيفا. نحن من هون لبغداد، من هون لسوريا، من هون لهذا المدى الواسع المفتوح على كل الداخل العربي والداخل المشرقي، هذا بعضه بيعطي مزايا للبنان استثنائية. فلهذا السبب ما في خوف من ميناء حيفا يأثر على ميناء بيروت إذا أحسننا هذه الطرق. أعلن وزير الأشغال العامة اللبناني أن أصول الدولة لن تباع، وأن الخطوة الأولى لإعادة مرفأ بيروت إلى ما كان عليه قد اتخذت، لكن الأهم هو الترابط الاقتصادي الذي يوفره مرفأ بيروت بين لبنان وسوريا والعراق ليكون الحجر الأساس في إعادة إعمار سوريا وفتح أبواب العراق على المتوسط، ويمثل دفعا لإعادة إطلاق العجلة الاقتصادية اللبنانية. حسان الرفاعي، بيروت، الميادين. الرسم فن تاريخه متجذر في إيران يعود إلى ما لا يقل عن 5000 عام، هذا ما تكشف عنه الرسوم والصور المنقوشة على جدران المعالم الأثرية ولا سيما في أصفهان. بسان طراف والتفاصيل. زوايا أصفهان صور ونقوش تحكي عن فن مبدع متجذر في هذه البلاد منذ آلاف السنين حتى يومنا هذا، فن ينعكس في كل تفاصيل حياة الأصفهانيين. في الواقع في هذه الغرفة أشاهد حياتي الثانية الجميلة، فأنا عندما أرسم أرسم بإحساس خاص. بدأت الرسم منذ الصغر وتابعته أكاديميا واحترافيا.
عبر مختلف الحقب التاريخية أبدع الفنانون الإيرانيون في تقديم تحف فنية عديدة ورسومات للعالم صنفت من بين الأروع على مر التاريخ. ولكن ما الذي يجعل الرسم الأصفهاني مميزا ومختلفا عن باقي الفنون الإيرانية؟ أين مكانة المرأة الرسامة الأصفهانية؟ وما هو توقيعها ولمساتها في ميدان الرسم؟ هنا معلم سياحي قديم يأتي إليه السياح لمشاهدة رسوم ونقوش عمرها مئات السنين. الرسوم الأصفهانية القديمة مستوحاة من الطيور والحيوانات والورود ومن ملحمة الشاهنامي. أكثر الرسامات الإيرانيات ينشطن في فن الرسم المعاصر والقديم، فاللواتي يتخصصن في الفن المعاصر يأتين إلى هنا لاستلهام أفكارهن من وحي هذه الرسوم والنقوش. بسانت الرف أصفهان، الميادين. في ختام النشرة هذا تذكير بعناوينها. مصادر الميادين: الجيش اليمني واللجان يسيطرون على مدينة الصالح وكيلو 16 ومجمع إخوان ثابت شرق الحديدة، ما يمهد فتح الطريق الرابط بين صنعاء والحديدة. تداعيات مأرب ستكون كبيرة جدا في اليمن وفي المنطقة، والسعودية تدرك ذلك. السيد نصر الله يؤكد أن الحرب على اليمن فشلت، ويرى في زيارة وزير الخارجية الإماراتي لدمشق اعترافا عربيا بهزيمة المشروع الأمريكي. اصطلاح الجليل ومعركة الجليل أصبحت حاضرة بقوة في الوجدان الإسرائيلي. السيد نصر الله يؤكد أن إسرائيل تعيش قلقا وجوديا وخوفا من دخول حزب الله مستعمرات الجليل. مطالبات بالتدخل العاجل لإنقاذ الأسير علاء الأعرج لخطورة وضعه الصحي، وهارتس تكشف عن أساليب الشباك في التنكيل بالمعتقلين. تجمع المهنيين السودانيين يؤكد عدم شرعية قرارات البرهان بإعلان مجلس سيادة جديد، والأمم المتحدة تحذر من تعقيد العودة إلى النظام الدستوري. وكان في العاشرة، موسكو تؤكد أن النشاط العسكري الأمريكي في منطقة البحر الأسود يشكل تهديداً للأمن الإقليمي والاستقرار الاستراتيجي. للمزيد من الأخبار والتقارير يمكنكم زيارة صفحات الميادين على الإنترنت الميادين.net باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية، ولا تنسوا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب، تويتر، إنستغرام وكلوب هاوس. إلى اللقاء.